مو كتشب هذا رايس. هاي المراحل الاولى لصناعه عصير الرمان، هذا الرمان طبيعي قدامكم. هذا اخوي لا مدمي. مرحبا، شلونكم؟ بما انه المدينه كبيره وعدد سكانها كلش هوايه والمطاعم اللي بيها ما ينعدن، هذا الجزء الثاني من حلقة بس بالعراق، حتى نجرب الأكل اللي موجود بالمدينة. خليكم ويانا وراح نشوف الأكل اللي موجود بهاي المدينة العظيمة والجميلة بيوم كامل. والله المدينة صارة حلوة وتخبل. هلا يا باي، السلام عليكم. أقول لك هذا أخوي أريد أكل. إيه أكل طيب بالمدينة قالوا لي. إيه وين تنصحني؟ عجي والله انا اسحق ابو عدب وطاطلي. هو طاطلي لو داطلي؟ كيفك داطلي داطلي؟ اخوان هذا سؤال، طاطلي لو داطلي؟ شو تقولوا انتم؟ شو يا جواب الصحيح؟ هاي المدينه وهاي الناس هنا اللي قاعده وعايشين هاي الاجواء الحلوه، انا متونسه. انا هسه موجود بشارع مظفر بوسط مدينه الصدر، مطاعم هنا السيارات مفتحه على الشارع، اكل موطع عصاير طبيعيه، والعوائل كلها هنا جايين هنا يتونسون ويغيرون جو، هم واطفالهم وشباب اصدقاء قاعدين، حياه حلوه. شلون الصحه؟ شلون اخباركم؟ والله الحمد لله. المدينه صارت حلوه، شنو الفيلم؟ حلوه طبعا، غيركم حلوين. اكو امور وشوارع وحال الحدايق. طالعين انتم تتونسون؟ اي متونسين الحمد لله. والله اقول لك عمو، انا جاي اريد اكل بالمدينه. صورت جزء وهذا الجزء الثاني، اريد اروح الزامل. زامل ما تسبنا بمكانه. زامل راح الله يرحمه. زلنا شاي بسوق. بس زين ضابطه. زين زين. اسال سؤال. ايه. شنو علاقة الضابطه باللبن؟ علاقة الزامل لو علاقة اللبن؟ لا لا، علاقة اللبن بالضابطه. علاقة اللبن بالضابطه. يعني شابه. شو شابه؟ ما يشابه شنو؟ هذا حلو مالع وهذا. انا مرة سألت هالسؤال وهم ما جابوا لي. وما عرفته؟ ما عرفت. اخوان هذا السؤال لكم، شنو علاقة اللبن بالضابطه؟ الله يوفقكم حجينا. اخوان مستمرين وما حد يجاوبنا، شنو علاقة اللبن بالطاطلة؟ ايش بيك انت؟ شو خايف؟ شو خايف؟ لا لا صدق والله، ايش بيك؟ شو خايف؟ كهرباء ماكو. من هناك؟ من هناك؟ الولد مرتبين هنا بالمدينة؟ تجوال رحلة. احسن لك سؤال. جواب. شنو علاقة اللبن بالطاطلة؟ حتى تنعس. شنو علاقة اللبن بالطاطلة؟ مشابه. هاي شنو؟ اي لا بروح امك. شلون؟ شلون؟ مشابه. اي اللبن ماخذ من الطاطلة. وانت الطاطلة؟ والطاطلة ماخذ من اللبن. ما شاء الله، والله سؤال وجواب عظيم هذا. شنو هاي؟ اكو جائزة ولا اكمل وياك؟ ماكو جائزة، اروح. يلا تعال استاذ تفضل. تعال اخوان هذا هنا. ها؟ روح وياي. وين روح وياك؟ سيد فانوس مسيري. سيد فانوس؟ اي هو يبيع لبن وطاطلة. هسه سيد فانوس وزامل. يا هلا قوى. سيد فانوس. هذا معروف. اه. والله العظيم. وزامل. يا زامل خلي خلينا بجيبك. هسه ما عندكم جواب. ما عندكم. لا والله. قلنا غير سؤال، احب انك ناك مسكت. وي انا جاي على الطاطلي. غير اسال سؤال على الطاطلي. جاي على الطاطلي ما ادري، عسى يجيك بصيني. اقول بس ادري. عسل. ادري. ابو احمد هنا مشهور انت. لا والله. شلونك؟ والله واجد. انا اسال السؤال. جواب. شنو علاقة اللبن بالطاطلي؟ ابو احمد تعطيني جواب. يشفي. جليلي لو لا ما عندك. لا شو هن وايد عندك بعد انت. ما اعرف انت. قاعد ايش تسال؟ غير قاعد اعرف. ها؟ غير قاعد اعرف. هو العلاقه بين الطاطول هي هاي علاقه ولا علاقه؟ بس بالعراق الحلايح البروده من الجمله هاي. عايش سيدك. عايش سيدك. اخوان هاي بس بالعراق، العراقيين ياكلون حلا ويشربون وراها لبن. زين انت تنصحني هسه اروح المكان اكل فيه زين؟ بالمدينة؟ اي بس اوديك زامل ابو الطاطله معروف بالمدينه. زامل ابو هسه هو سوي فانوس. لا لا زامل ابو الطاطله اقدم واحد بالعراق. واحد على مستوى المدينه. 45 سنه. 45 سنه. وتوفى 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 ولده. اي ولده. شلون هالمدينه حلوه؟ اه تخبل. صارت تخبل. ناس يابا اهلها وبوجودهم. وبوجودهم. طبعا احنا جايين لان انتم النور. فرحانين بيكم. لا واحنا نفرح بالتجوم. الله يحفظكم. من بس ادري انت قاعد تطلع حسب الاذاعات ما شاء الله بس تاكل. اليوم شو ما هو اليوم اريد اكل انا ما تشوفني وجه رايح يعني ليش ما تاكل هنا؟ منو؟
خليتوا بيوتنا مفتوحه للكثير على راسي. والله والنعم منكم، والله والنعم من اهل المدينه كلها. وبيوتنا لها انواع الاكلات، بها الدومه، بها البرياني، بها على راسي، الباتشي على راسي، على راسي، على راسي، على راسي محمد. اخوان هذا المشهد تشوفوه بس بالعراق، زين الكرم والسخاء العراقي لا يعلى عليه. هاي الموطة بريد بريد. طبعا هاي هنا انا موجود بمدينة الصدر شارع مظفر. اخوان هاي ممكن تكون اقدم مهنة موجودة بالعراق، هاي الموطة هنا كما اعرف دوندرمة، دوندرمة يصيحوا لها حليب وثعلبية وشكر ويخلونها نكهة. هذا ثلج داير مدايرها وخالين عليه ملح خشن حتى لا الثلج يموع بسرعة. علاوي سالف لي على هاي المهنة، من تعلمتها؟ من أبوك. من أبوك؟ أخوي. من أخوك. اعتمدت على نفسك؟ الحمد لله. وهذا مصدر الرزق الخاص بيك؟ ماشي الشغل. ماشي. بيش الطاسة؟ 500. هي طاسة لو كاسة؟ كاسة. كاسة. 500 وبلف. وتخلي لها شعرية؟ أسبقتي. وأجبار البقرات. هاي تسويها بالبيت تجيبها هنا؟ يوم ويا نفتح؟ ساعة بيش تفتح؟ تفتح ساعة بالأربعة أو الخمسة؟ تبقى للوحدة بالليل. اخوان هاي بألف دينار بمدينة الصدر بس بالعراق. هذا الطعم وهذا الشكل الفني، خلينا نشوف الطعم. والله العظيم كلش طيبة. اخوان هذا مو اعلان، دائما انا من اجي اسوي ريفيوات على هذا الاكل اللي موجود بالشارع، يعني كونوا على ثقة، هو اطيب اكل. وانا انا موجود يم اقدم محل يسوي داطلي بمدينه الصدر. وين؟ بقياره؟ بقياره داطلي زامل. طبعا هنا حج زامل توفى الله يرحمه، كانت وصيته انه لا تصورون المكان، ما اعرف على مسر المهنه او شيء ثاني، هاي ما اعرفها انا، لكن اصريت ان اجرب الداطلي واشوف شو الطعم وياه ويا اللبن. سالناهم قلنا لهم عمي شنو العلاقه بين الطاطلي واللبن؟ قالوا مثل التمر واللبن، هذاك حلو وهذا حامض ومالح، فلازم انت تكسر الحلا بالملوحه والحموضه. راح يقدموا لك الطاطلي وهذا قلاص اللبن المدخن. هذا بيش؟ هذا يطرح 1000. هذا بلف؟ 1000 وهذا ربع. هذا الطاطلي تشوفونها قدامكم، شوفوها شلونها يا اخوان، الطعم طيب وسعرهم مناسب، سعر مناسب. اكثر من 70 سنة هذا المكان موجود، اتوقع ماكو واحد بالمدينة ما يندر هذا المكان. شلون شيء؟ ها انت يوم تجي تاكل؟ انا ثلاث ايام اربع اجي اكل ها والله. تاخذ سفر ياكل البيت؟ طبعا هسه اشتغل. اول شيء انا اكل واكمل بعدين اخذ واروح. وهم تاكل بالبيت؟ انا ما اكل بالبيت. الف عافية. الله يعافيك. عمره خسارة اللي ما يجي ويجرب الطاطلي مال زامل. اللبن شو سالفكم على اللبن؟ مدخن على ملوحه على حموضه، وتجي تاكل حلاوه وياها وبس بالعراق ربع دينار. ربع والله، والله ببلاش. حتى الفقير يكفي. ونس روحك بربع. ابو الطاقه، ابو الطاقه الاول. الاول على بغداد. الاول على بغداد. واحد مدينه، واحد مدينه. اخوان هذا واحد مدينه، احنا هنا جربنا طاطلي مال زامل، خليك ويانا خلينا نجرب غير اكلات. أنا موجود هسه بتقاطع السفارة باتجاه القيارة، موجود يم أقدم أبو لبلبي وباقلة، اللي أنا شخصياً أعرفه أنه اللبلبي والباقلة بالشتاء، بس يم أبو حسين اللبلبي والباقلة بالموسمين صيف أو شتاء. هذا المكان صار له أكثر من 80 سنة، أتحدى إنسان موجود بالمدينة أو ببغداد ما يعرف أبو حسين أبو اللبلبي. خليكم ويانا خلينا نجرب الطعام.
اشتهي اللبلبي والباقله والدنيا صيف تموز اب دنيا حاره موت حر تجي هنا بتقاطع السفاره يم ابو حسين وتجرب الباقله واللبلب من جد الاب لهسالكم يعني صار لنا تقريبا 70 سنه وهي جدي اعتقد 70 80 سنه 80 سنه اقدم شيء احنا هسه هذا المكان قرمه مال البيت احنا كنا داخل خارج هسه رجعنا داخل البيت طبخنا تركيبنا كنا داخل البيت كله داخل البيت ثابت يعني. ثابت اي حد لو ترجعنا بس احنا ما نرجعنا يا عتاب بيش الكاسه كاسه ارخص شيء مدري تصرف 500 دينار صب لي طاسه ابو كرار داعس راسي شلونك؟ الله يحفظك انت هنا انا هواي تمدح بهذا اللبلبي والباقلي ايه من زمان انا اكل هنا الله شايف كان الحجي ايه الله يرحمه الله يرحمه اكل هنا ليش اجي على الباقلي واللبلبي واتم طيبه بيها طعم الباقلي غير هاي تخبر شوف الله شبابك حلقوا ترد الروح وعليا ترد الروح على باب القلب تنور اويلي وحق الحسين ابو عبد الله شايفين عراقي يتغزل بالباقله؟ ايه انا متغزل بيها ليش؟ ايه فخر اقول لك انت ماكل باقله ولا لا؟ والله اكل يوميه باقله لبلبي يوميه؟ يوميه مرات ما 500 رخيصه 500 الله يديمك يا رخص الله يديمك يا رخص وحق الحسين زين الامور ما خسران ها؟ ياكله ما خسر والله ما اخوان خسر. هذا مو اعلان ايوه لا لا اهل المنطقه هنا كلهم موجودين أيوة. ودي يشوفون أيوة. دي يقولون على الطعم وهم اصلا مستمرين صار لهم سنين من كان الحج الله يرحمه الله يرحمه بعدين والدهم للاخوه هنا موجودين وهسه الابناء مستمرين بهاي الاكله الباقله واللبلبي صار واضح هذا اللبلبي وهذا الباقله راح ارجع هناك اشوف شلون الطريقه اللي يحضرون بها اللبلبي والباقله وشنو السر اللي خلى هاي العالم كلها يحبون الطعم هنا سولف لي طريقه التحضير شنو هذا السر مال هذا المكسيكي درجه اولى شيء نقعه اي 12 ساعه زين غسل مرتين ثلاث مرات نغسل زين 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 مي وخلي مي وملح وسوده ثابت واللون مال اللبلبي واللون مال اللبلبي ماكو مطعمات نخليه يعني نخليه هاي صار المهنه مسافه يعني زين الباقي له نفس الشيء اما انت ساعه 14 ساعه هم تنقعها تنقيع وغسل زين درجه اولى هاي باقي له يابسه تجيبوها باقي له يابسه هاي السوريه يسمونها السوريه يسمونها الكرم اللي يجوا ما عنده فلوس ياخذ ويروح والله وكيل يعني مو قدام التصوير والله شاهد احنا هاي هنا بالمدينه يا هنا سيله احنا يا الله شاهد يعني علي الله يرزقك يقول ما عنده ياخذ ويروح هذا الكرم العراقي اللي يشوفوه بس بالعراق وهنا الطيبه والاصاله والتاريخ والقدر مال الله يعني نطي يعني مال الله مو مال احد مو مال احد الله الله يبارك برزقك لا تفتك معنا الله يرزقك يجونا ايتام عم نطي الله وكيل الله يرزقكم اخوان انا موجود يم اقدم ابو لبلبي بالمدينه واللي يجي وما عنده ما ياخذوا منه ولا ربع يقولوا له عمي اكل والف عافيه والله وياك وهذا الكرم العراقي دائما انا اقول لكم هرمون السعاده عند ما تاكلون حلويات انا موجود يم اغرب ابو طاطلي موجود بالمدينه بس هنا يخلون فوق الطاطلي راشي هنا سيد فانوس واقف هنا بهذا التقاطع ويسوي اطيب طاطلي وعليه راشي خليكم ويانا خلينا نجرب شو وقت فتحت هذا المكان؟ قديم بس هنا صار لنا تقريبا 6 سنوات 7 بالتقاطع؟ هنا هذا التقاطع اي نعم عندك بس هذا البانية يصلحوا له؟ البانية وعوامل وعوامة وجوائز اخوان للتوضيح السيد خلص من بقية الانواع باقي عنده بس البانية نوع من انواع الداتلة بالعراق سيدنا سيد فانوس شنو هذا الاسم؟ سيد اسمه ايه؟ سلمة كبير بخيت سيد بخيت سموه فانوس توفي من زمان الله يرحمه وبعد اجدادك شنو اسمهم قلت لي؟ سيد هلال سيد محبس سيد حسن قديمة الله يرحمهم هاي اسماء قديمة موجودة هنا أنا بالعراق سيدنا اريد اجرب الداطلي وعليه راشي اخوان هذا مو كتشب هذا راشي راشي وطاطلي شوفوا هنا الحرارة والدسومة وين راح تصعد والمشكلة مسوي رجيم بس والله المنظر يقهر باعها بيش هذا ب 2000 دينار؟
هذا نص كيلو ب2000، نص كيلو ب2000 دينار. ينطاط لسيد فانوس، هنشوف الطعم. طعم الطاطلي او الحلامة الطاطلي ويا الراشي تضيف نكهة غريبة عجيبة، لازم تجون هنا تجربوه. يعجبك بتروحون يم سيد زامل او تجون هنا يم سيد فانوس وتشوفون الطاطلي على اصوله. العراقيين الساعة 12 بالليل يضربون طاطلي وراشي ولبن. شنو الربط؟ هذا اللبن هماتينا خلينا نجرب هنا. انت قاعد نص الشارع، سيارات تتقاطع وطاطلي وراشي ولبن. بس بالعراق. انت جاي تاخذ طاطلي من هنا؟ اخذت لبن. اخذت لبن؟ اي. شلون الطاطلي من هنا؟ نجربه؟ طاطلي واحد على بغداد. مضبوط. والراشي ما تطيف نكهه غريبه. والعراقيين يحبون الاكل. يحبون الاكل. مو؟ اي. بس بالعراق اخوان، هاي هسه احنا الساعه 12 بالليل تشوفون الشوارع والتقاطعات والناس طالعه كانما الساعه بالسبعه. ما تفتهم شنو السالفه. هاي بس بالعراق. الساعة بالوحدة إلا ربع، وأنا بعدني موجود بمدينة الصدر. هاي المدينة الجميلة بناسها وأهلها الطيبين ونفسياتهم الطيبة. حقيقة أنا أشعر بالنعاس بعد ما أكلت الداطلي والراشي واللبن بأكثر من مكان، وجيت هنا أختمها يم أقدم عربانة عصائر طبيعية بالمدينة، عربانة رحيم للعصائر الطبيعية. خليكم ويانا. هاي المرحلة الأولى لصناعة عصير الرمان، هذا الرمان طبيعي قدامكم. زين، تمسوه بهاي الطريقة، عندكم هاي العودة لازم تكون موجودة هنا. إذا شوفوها هسه قدامكم، وعدة تمر هند طبيعي 100%، هسه راح أجربه. سجاد ولا الرمان؟ سجاد. جاك خويا، جاك. شجعك 100%. هاي بس بالعراق تشوفوها الطريقة، وهاي العودة والرمان. هسه صار وقت أجرب العصاير، شوف شنو الفيلم. جرب الرمان اللي انا بسويه سفيدي وكلش عاجبني، جرب التمر هند. نقول هنا نمبر 1، واحد مدينه التمر هند هنا. هنا التمر هند واحد مدينه، لازم اجربه. وانا هذا التمر هند، هذا التمر هند براسه. هذا التمر هند شوفوا طبيعي. تدلل حبيبي، ايش يصب لك؟ راح نشرخه ونشوف الطعم. هذا تمر هند وهذا رمان طبيعي، نوعية فاخرة، طبيعي عراقي نوعية فاخرة. موجود يم أقدم عربانة بمدينة الصدر، ساحة مظفر باتجاه شوادر يم أفران الخير ميتية. عربانة حج رحيم كانت قبل بالتسعينات عالم التمر هند سموه. هسه هنا فتح عربانة حمودي أبو شاب يبيع هاي العصائر الطبيعية والعالم تعرفه، والقلاص بألف دينار. خلينا نشوف الطعم مال التمر هند. أويلي هاي الحموضه تدق بالنخاع. واحد عراق واحد مدينه، شو تحبون تسموه انتم؟ طعم كلش عجبني والله العظيم، والسعر بألف دينار ببلاش. يقدم لك عصير طبيعي واحد مظفر. انت هنا دائما تجي تشرب عصير؟ ما تايهه. صدق والله؟ والله. صار الوجبه الغذائيه بالبيت اصلا. طبيعي وببلاش، سعر مناسب. هنا العراقيين يحبون في شيء بارد، الدنيا حاره هسه. هذا سلم يلا يفوت. سلم على القلب. هاي السنه الرابعه. اي. احنا نتعلم من المدينه من جوه. من جوه. نجي اللي جاي نشرب ونروح. اي. احنا ما نبي نتعرف للعالم، اكو وايد يبيعون شربت. زين. بس الله شاهد يعني مو لذاذ الطعم، هذا كله اصلي. طبيعي نوعيه طبيعي. فاخره. اي. وشهد شاهد من اهلها، الاخوه من المدينه. انا ما قاعد بالمدينه، لكن هم كلهم اهلي واخوتي. من اجل هنا كلش ارتاح. النفسيه الطيبه والوجوه التضحك والهلا والمرحبا والسخاء والكرم اللي موجود هنا بمدينه الصدر. ما يحتاج انا اجي واعلق عليه بكلمات، لو اوصفهم بكلمات مستحيله. الطعم كلش طيب، نفسيتهم كلش طيبه. تجي تشرب وتاكل وتدفع فلوس ما يخلوك. انت ضيفنا، انت عزيز علينا، انت جايمنا، مستحيل تجي تدفع. هي هاي الشيمة اللي موجودة عند العراق والعراقيين، والكرم والسخاء اللي ما راح تشوفه بأي مكان بس بالعراق. عربانة كلش نظيفة،
تمعتني بيها هيجي؟ اهم شيء النظافه عندك؟ اهم شيء نداري الموضوع، اهم شيء هاي عداري. اها العين تاكل صح مو الولاد؟ صح. وهاي معروفه اليوم ولا البارحه؟ اي معروفه صارها سنين. هسه مره تجي على الطعم الطيب ونفسيتك الطيبه احسنت، ومره تجي من تشوف المكان نظيف اكيد والله، ومثل ما قلت العين تاكل شلون العادي زين. اما نرجع احنا للرمان، الرمان درجه اولى مبين، سويت فيديو انا الرمان يعني يا اخوان. انت صور يوم الرمان كيلو بألف حلو بالموسم، من ينتهي الرمان من 3 الى 4 الى 5 يصعد السعر. عجيبه هو ياثر عليه، بس ما راح ياثر عليه شلون؟ اليوم الرمان ب 4 اي، باكر الرمان ب 1000 ب 500 اي، راح الله يعوضني بهالهم اكيد. بس انا شنو بس انت السعر مين مالي والسعر باقي نفسه ب 1000 نفسه ب 1000 طبيعي ودرجه اولى ومعروف الحمد لله والشكر. فين رقم كم نعصر هنا تسوى في العربانه؟ فين واحد احنا بس احنا ما شعدنا ليمون وتمر هند فين اثنين ثلاثه نمو بصره اربعه رمان خمسه ليمون وبرتقال سبعه، سبع انواع عصائر طبيعيه موجوده هنا يا عربانه حج رحيم، وراح تلقون هذا الوجه الحلو المرتب والنفسية الطيبة. أشكرك. وصب لكم عصير مرتب وبارد وطبيعي نوعية فاخرة تلقوها بس بالعراق وتحديدا مدينة الصدر ساعة مظفر باتجاه شنو؟ شوادر قابل أفغان الخير. اللي يريد يجرب التحلاية بمدينة الصدر خلي يشوف حلقة اليوم اللي آني بديت فيها من الساعة 8 وهسه الساعة 1:30 بالليل، جربت الطاطلي واللبن وطاطلي وراشي ولبن وباقلة ولبلبي اللي هي متعارفة بس بالشتاء، لكن بالعراق وبمدينة الصدر تحديدا راح تلقوها بالصيف وبالشتاء، وعصائر طبيعية 100% نوعية فاخرة راح تلقوها هم بس بالمدينة. انتظروني بحلقة جديدة وأكلات جديدة، مع السلامة.